افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي في نسخته الثالثة، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. التفاصيل مع الزميلة إيمان شرف. كثير منا قد لا يعي التكاليف التي تتكبدها الدول المنتجة للنفط في استخراجه وما يترافق معه من أدوات وتقنيات تكنولوجية، إذ أن صناعة النفط هي بالأساس تحاكي ما نطلبه حثيثا ونحتاج إليه ونلمس ضرورته في جميع مناحي الحياة المختلفة. مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط في نسخته الثالثة يرمي إلى استثمار التقنيات المتقدمة وزيادة الإنتاجية بكفاءة أكثر وبكلفة أقل. طبعا المؤتمر اليوم تحت إشراف السوسايتي اوف بتروليوم انجينيرز، وهي جمعية عالمية لمهندسي البترول، وبرعاية من الشركات النفطية وأهم شركة أرامكو السعودية والشركات العاملة في يعني صناعة الإنتاج، وكذلك شركتي بابكو تطوير من البحرين، ويرتكز على تقنية ما يسمى بالرفع الاصطناعي أو السحب الاصطناعي، وهو مساعدة حقول النفط لسحب كميات أكبر من البترول. عادة الحقول بعد اكتشافها تكون تحت ضغط عالي، فالإنتاج يكون طبيعي، مع الوقت هذا الضغط اللي في الحقل نفسه يقل، فلضمان استمرار تدفق النفط تستخدم مثل هذه التقنيات للسحب الاصطناعي باستخدام يعني المضخات الكهربائية أو باستخدام حقن الغاز، وهناك كثير من التقنيات. واليوم الهدف الرئيسي هو سحب أكبر كمية من النفط بأقل كلفة. نخبة من الشركات تدعمها تلك الرغبة الملحة في عرض ما لديها من أدوات تركز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الرفع الاصطناعي لتطوير الصناعات ذات العلاقة في الدول التي تهتم بتطوير هذا المجال. نشارك كقسم من أقسام الرفع الصناعي، لأن الرفع الصناعي يستخدم فيه مضخات بترول وعدة استخدامات. هذا يستخدم إذا كان عندك البير ما فيها ضغط عالي عشان ترفع البترول إلى الأعلى، فإحنا نستخدم رفع الصناعي عشان ترفع البترول. فإحنا جايبين معدات جديدة على أساس إنه نطور في الرفع، نطور في استخراج البترول ونزيد من إنتاجية البترول. أهمية هذه المعارض بالنسبة لنا أن نعرض النجاحات الموجودة، نعرض العمل، التجارب، بحيث أن تبادل التجارب بين الشركات يعود بالمنفعة لمصلحة العميل الرئيسي اللي هو بالنسبة لنا مثلا أرامكو ولا بابكو ولا شركات النفط الموجودة، وبالتالي تعود بالمنفعة للبلد. فتنوع الخبرات، تنوع المجالات، تناقل الخبرات بالأصح والمعارف عن طريق السيشنز اللي تصير هنا لها فائدة على الجميع. فالتجربة اللي تكون موجودة عن شركة ثانية تنتقل بالنقاش والمحاضرات لشركة أخرى، وبالتالي الفائدة تعم على الكل. شهد المؤتمر جلستين نقاشيتين شملت مواضيع التكاليف والتصميم والتصنيع ومواضيع أخرى، إلى جانب سبع جلسات تقنية تناقش أحدث التقنيات والدراسات والبحوث وأفضل الممارسات في مجال الرفع الاصطناعي. يعد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرفع الصناعي الثالث حدثاً مهماً للصناعة النفطية وفرصة جيدة لتبادل الخبرات في المجال النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.